في وسط مدينة الغيضة يقع مكتب الآثار والمتاحف، والذي يضم في جنباته إرثاً وموروثاً حضارياً منذ مئات السنين. في هذا الجناح الذي يضم مجموعة من الأسلحة القديمة والتي كانت تستخدم في الحروب قديماً، ومجموعة من الوثائق والمستندات التي تعود لدولة السلطنة العفرارية، كذلك تظهر هذه الصور النادرة مجموعة من أمراء ومشائخ وأبناء سلاطين الدولة العفرارية في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي. في هذا الجناح الذي يضم الأشياء التي كانت تستخدم في المطبخ المهري القديم من أوعية وأواني فخارية وأحجار تستخدم في عملية طحن الحبوب والذرة. يضم الجانب الآخر من المتحف الموروثات الشعبية الخاصة بلباس وأدوات الزينة للمرأة المهرية، فهنا الملابس التي ترتديها المرأة المهرية قديما وخصوصا في المناسبات والأعراس.